قال إنما أذكر ربي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا رب أنا لا أعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، فإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أما إن كنت أعبدك طمعا في رؤيتك فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم يوم العرض عليك. كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك أثر جميل، وما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، وواجب على الضيف لا بد له في يوم من الأيام من الرحيل. أصلي وأسلم على من لم يجلس أمامه أحد حتى يعلم، ولم يجلس أمامه أحد حتى يعلمه الأدب، إنما قال عن نفسه وأدبني ربي فأحسن تأديبي، وعلمه ربه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، مرة ثانية سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، عدنا إلى حضراتكم والعود أحمدي من ساحة القرآن الكريم لعموم عائلات وأسر قبيلة العبدة، وخاصة عائلات العوامرة بجنوب بورسعيد، مشاطرة ومشاركة للحاج سالم سليمان عامر عميد قبيلة العبدة بجمهورية مصر العربية في ليلة وداع زوجته الغالية المربية الفاضلة التي تركت الدنيا بأسرها لتسعد بلقاء ربها عز وجل في أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، العلم القرآني الإذاعي الشهير الشيخ أحمد عوض أبو فيوض نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ندعوه الآن إلى منصة التلاوة سائلين المولى جل وعلا له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل
Yes.
وندع الله وندع وندعو الله وندعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كانت هي التلاوة القرآنية الموقرة للعلم القرآني الإذاعي المعروف الشيخ أحمد عوض أبو فيوط، أحد عمالقة التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، كما يتقدم رموز الأدب والواجب بجمهورية مصر العربية الحاج سالم سليمان عامر عميد قبيلة العبدة، والحاج احميدان سليمان عامر الحاج سليمان سالم عامر الحاج محمد سالم عامر الحاج ناجح سالم عامر. بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء. ايها الاخوة المؤمنون، يبدو ان الارسال سينفصل الان عن هذا المكان على ان القاكم بعد صلاة العشاء على الهواء مباشرة ان شاء الله مع العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ الملوك والرؤساء بجمهورية مصر العربية الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. لكم أرق تحياتي محمد صبحي الأمير.